اهلا بيكم وبسمة امل جديدة. بسمة امل النهاردة بيحكيها لي صديق ليا، هو اسمه تامر. تامر بيقول لي ان بعد وفاة والده هو كان في حالة نفسية يعني كده، حزين جدا، مكتئب جدا، حس ان هو لوحده جدا. بيقول لي تامر، في يوم كنت راكب مع سواق تاكسي، القصة دي من حوالي شهر تقريبا، فانا راكب مع سواق التاكسي ساكت خالص، مكتئب خالص، ما بتكلمش خالص. فهو بطبيعة سواق التاكسي المصري اللي بيحاول يتكلم مع الزبون اللي راكب معاه، بدأ سواق التاكسي يجر معاه كلام، يقول له ازيك، اخبارك ايه، معلش شكلك تعبان، يعني بيجر معاه كلام. تامر بيقول لي انا ما كنتش قادر ان انا اتجاوب معاه، مش عايز اتكلم اصلا، فبينت له ان انا مش عايز اتكلم. فسكت سواق التاكسي خالص، وبعد ما سكت كده بشوية قام قايل له، يا أستاذ سيبها على الله، كله بيعدي. تامر لفتت نظره كلمة سيبها على الله، كله بيعدي، لكن فضل ساكت. قام سواق التاكسي مكمل، قال له، تعرف شكلك عندك مشكلة. هو ما يعرفش ايه المشكلة، لكن انا كمان عندي مشاكل. انت عارف ان انا قسط التاكسي متأخر عليا بقالي 15 يوم، مش عارف أدفعه، ومش عارف هلم فلوسه إزاي وأدفعه إزاي، وأنت عارف إن أنا بنتي في البيت عيانة ومش عارف أتصرف معاها إزاي، بس والله العظيم أنا مبتسم وقلبي طاير إن أنا مطمئن. فتامر لقى نفسه الأول مرة بيتكلم، قال له، يا سلام، اللي أنت بتقوله لي ده ومطمئن؟ قال له، مش كده وبس، وضحكتي من الودن دي للودن دي، لدرجة إن مراتي ساعات بتقول عليا أنت اتخبلت. فتامر يعني بينه وبين نفسه قال له، باين كده، باين كده فعلا. لكن الحقيقة الراجل ما تخبلش. الراجل قال لتامر كلمات تدل ان لا، ده عاقل قوي. قال له، بص يا أستاذ، أنا هقول لك حاجة اتعلمتها في الدنيا دي، أنا قد أي حاجة يحطني فيها ربنا. اسمع تاني، أنا قد أي حاجة يحطني فيها ربنا. ليه؟ لأن أنا لو مش قدها ما كانش حطني فيها. جامدة جدا. لو انا مش قدها ما كانش حطني فيها. فتامر قال له، ليه يعني؟ قال له، انت مش بتقرا في القران لا يكلف الله نفسا الا وسعها؟ يعني ايه؟ يعني لو مش قد حاجه مش هيحطك فيها. هو رحيم، هو سبحانه وتعالى من ارحم الراحمين، محدش هيرحم زيه، فلا يمكن هيحطك في موقف صعب الا لو كنت انت قده وعايز منك تتغلب عليه. قال له، يا بيه، انا هسد القسط بتاع التاكسي وانا بشتغل علشان اسده، بس انا مش مكتئب لانه طالما حطني في حاجه هيعني عليها. تامر بيقول لي، افتكرت حديث كان بيقول كل ميسر لما خلق له، لو حطك في حاجه هييسر لك انك تعملها. تامر بيقول كلمات سواق التاكسي هزت فيا ان انا اقدر اتغلب على المشكله، ادعي لابوي على الاقل بدل ما انا مكتئب، اعمل له حسنات على الاقل بدل ما انا مكتئب، افكر ازاي انجح واكمل حياتي واساعد امي واخليها تبقى اسعد حالا، ازاي اجيب فلوس، ازاي ازاي. يا جماعه، احيانا معاني الايمان بتقوينا في الحياه. سيبها على الله، كله بيعدي. ربنا ما بيحطش حد في حاجه الا وهو قدها. معاني جميله بس نعيشها فنضمن بسمة أمل. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.